الاحتياط فايزة العرفاوي مبعوثتنا المجلس النواب. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك ويهل، مرحبا بك، مرحبا بضيوفك، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. كما كنت تحكي كانت لجنه التحقيق البرلمانيه حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقه برئيس الحكومه الياس الفخفاخ المستقيل، عقدت اليوم ندوه صحفيه وادانت الفخفاخ اللي قالت انه استغل المعلومه الممتازه خاصه بعد توليها وزاره السياحه في مناسبه اولى ومن بعد تولي وزارة المالية تقريبا وائل من 2014. استغلال المعلومة الممتازة، تقول يرد رئيس الحكومة في بيان قبيلة شوية يقول فيه انه اللجنة هذه مسيسة وغايتها الانتقام والتشفي منه ومن شخصه. هذا اهم استنتاج بالنسبة لي، يقول انها حتى اليوم نصبت نفسها والكل برشا كتلة على الاقل انسحبت وشكت في مصداقيتها. عياض اللومي رئيس اللجنة وائل كان أجاب على البيان هذا وقال إنه لهجة رئيس الحكومة المستقيل هي لهجة استفزازية وأسلوبه مستفز جدا، وقال نحن لجنة دستورية وإحنا هنا نطبقوا القانون ولجنة تقصي ومن واجبنا إن نكشفوا الحقيقة. كما جاء في أهم التقرير، ما جاء في أهم التقرير هو تكوين، قال لك لشبكة شركات عليها غموض كبير وخرق وشبهها بالأخطبوط وائل عياض اللومي، خرق للدستور، هناك خرق للدستور ولقانون تضارب المصالح للصفقات العمومية، وقال إنه فما تصريح الوطني للمؤسسات فيه إنه إلياس الفخفاخ هو المفسد الحقيقي من المجمع اللي ربح المناقصة اللي صار في تقريبا 27 مايو 2020. كما قال رياض اللومي إنه فما قصور كبير في منظومة المراقبة، وقال رئيس اللجنة جديدة إنه من بين التوصيات اللي حكي عليها انه لازم القضاء يتعهد بالملف في اقرب الاجيال وياخذ الاجراءات الوقائيه. ايش معناها الاجراءات الوقائيه؟ كما تحجير السفر، الغاء الصفقات المشبوهه، مصادره الممتلكات. وقال زيد نقطه مهمه اشار لها عياض اللومي انه وزير البيئه قدم معلومات غلطه، قال غلطة وبعد قال انه معلومات كاذبة في لجنة التحقيق الاخرانية اللي صارت، وهي انه الشركات اللي عنده فيها اللي في الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل تم منح الصفقة يعني في 2016. وقال احنا كما تحرينا وقت مشينا تحرينا نلقاو الوثيقة اللي اعتمد عليها الوزير تم الغائها والوثيقة مفقودة. شبهات كبيرة، شبه إدانة واضحة بالطريقة ذي. شكرا لك فايزة. وقد معنا السيد عياض اللومي، ذكر رئيس اللجنة عن كتلة قلب تونس. بعد شوية نستقبل سي هشام العجبوني، هو نائب رئيس اللجنة هذه عن التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية. أما أنت ضحكت سي جلاد سي ضحك، معناتها قريب يصدر معناتها الحكم يعطي توصية للقضاء، لجنة برلمانية توصي القضاء باش